السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي حيثما كنتم، حياكم الله. رشفة اليوم في هذه الأمسية الطيبة سوف نفضفض فيها وندردش فيها ونتكلم فيها عن الكلمات، عن الكلمات في حياتنا. ولكن نريد أن نخرج بقاعدة مهمة، وهذه القاعدة كلنا نعرفها، وهي فكر قبل أن تتكلم، فكر قبل أن تقول شيئا، قبل أن تنطق بكلمة قد تؤذي الآخر، قد تجرح مشاعره، قد تسيء إليه. الابن كان في البيت، قال له أبي أصحاب القمامة جاءوا، هم شاحنة أصحاب القمامة في الأسفل. قال له يا ابني تمهل، نحن أصحاب هذه القمامة، هم أهل النظافة، هم جايين يديوا القمامة تاع بيتنا، فانتقي كلماتك يا ابني، لأن كل كلمة لما تقولها لازم توزنها، لازم تفكر قبل ما تنطق يا ولدي. قال له فعلا أبي صدقت، فكم من كلمات قلناها ولم نفكر، كم من أحكام نطقناها وكلمات استعملناها مع الآخرين ومع أنفسنا ولم يكن لها محل من الإعراب، إنما كانت كلمات ربما مسمومة، ربما كلمات مؤذية، ربما كلمات جارحة، ربما حتى وإن كانت كلمات عن غير قصد، ولكن سميتها وأذاها ومفعولها طويل المدى في النفس. أحد المعلمين سأل، سمحه الله يعني، سأل ابن، قال له ماذا يعمل والدك؟ الابن سكت، قال وأنا أتكلم معك، وأخذ يرفع الصوت تاعه ويعيط، يا طفل اهدر وش خدم باباك؟ المرة الأولى الثانية الثالثة، قال له ما تفهمش، ما سمعتنيش، ما على بالكش أنت، راك غبي لهذه الدرجة، ألا تدري ما يعمل أبوك؟ الابن كان حبط راسه فرفع رأسه، قال له أبي نائم في قبره. سبحان الله، يعني تسرع كلمات مؤذية في هذا الموقف. يعني هذا ليس كل أساتذتنا، فألف تحية لكل معلمين، ولكن هذا أحد من الذين يتسرعون في أحكامهم، من الذين ربما يتكلمون كلاما مؤذيا دون قصد، ربما استفزه الموقف. ولكن تخيلوا نفسية ذلك الطفل، إجابته جعلتنا نصمت، أبي نائم في قبره. الأستاذ ربما لم يقصد أذية هذا الطفل، ولكن نقاط كثيرة، ربما لا أدري حتى ماذا أعلق أنا. طبعا لنراجع أنفسنا، ربما كم من كلمة قلناها وأذت الآخرين، كما لو كان نعود طريقة السؤال طرحه بطريقة أخرى، شحال من كلمة قالوها لنا وجعتنا، شحال من حكم خاطئ حكم علينا دون أن يخمن الآخرون أو يفكروا وأخطأوا في حقنا، وقالوا. أعلم أني وضعت اليد على جراح كثيرة من يتابعوننا الآن، وأنا أيضا سمعت، ولكن قبل ما نحاسب الآخرين نحاسب أنفسنا، ربما نحن لا نريد أن نكون مثل الآخرين، لا نريد أن نجرح ونؤذي الآخرين، نريد فعلا أن نغرس الحب ونغرس الخير، نريد هذا القلب أن يكون سليما، وكي يكون قلبي سليما يجب أن يكون أيضا لساني سليما من الكلمات المؤذية. احنا يقولوا في الامثال الشعبيه رباطيني عنق الجمل ولا عنق النعامه، معناتها قبل ما تخرج الكلمه لازم نوزنها، وفي طول رقبه النعام والجمل طويله، فهذيك الكلمه قبل ما تخرج لازم نحسب لها حساب ونوزنها، هذه الكلمه حتجرح الاخر، ربما الاخر في يوم ماشي ما راهش في نهار، وكما نقولوا حنايا عنده سبب، وانا تخيل نزيد نقول عليه كلام، واحد مر عليا ولم يلقي السلام ونقول واش ما كاش سلام، ما كاش صباح الخير، ما على بالكش انت الاخر ربما ما يحمل في جعبته من مشاكل ما ترك في بيته، من هم، من مرض، من كذا. لذلك كلماتنا هي دواء وبلسم إن أردناها، وقد تكون سما وأذية للآخرين. احنا نعرف أن كاين من الأشياء الذي إذا ذهبت لن ترجع، الكلمة إلا خرجت ما توليش، إلا فت جرحت الآخر، ربما تبدأ كيفاش تحاول ترقع، كيف تحل المشكل، خلاص قلت ذلك الكلام. فإذا قلت كلاما مؤذيا سارع، بادر في طلب الصفح، ربما بمداراة الآخر، باعترافك أنه الله سامحني عن غير قصد قلت لك، علك تطبطب على ذلك الجرح الذي جرحت، علك تطبطب على تلك النفسية اللي أذيتها بهذه الكلمة، اللي ربما دون تفكير منك تسرعا فقط نطقتها، جاءت هكذا. البعض يقول كيفاش نخمم ولا غير ما عرفتش كيفاش نطقت. أمسكوا لجماء لسانكم، والله يعني يا من نفوس تألم، ربما ننسى الكثير من الأشياء، لكن الكلمة تبقى هنا،
البعض يقول لك هذيك الكلمة راهي تدور في راسي، نحط راسي على وسادة هذيك الكلمة اللي قالوها لي، خاصة إذا قيلت لك في مجلس أمام جماعة. يعني سبحان الله، كما نقولوا احنا سوف تثبت اكثر واكثر واكثر. الكلمه اذا راحت ما ترجعش، كما الحجره اذا رميتها في البحر ولا في المحش ترجع لك، كما الفرصه اذا راحت ربما محش تولي، كما الوقت وصحتك وشبابك والفراغ اللي راه الان اذا ذهب قد لا يعود. كذلك الكلمات، فانتقوا كلماتكم كما تنتقون كما تنتقي خير الزرع، كما تخيروا ملابسكم، كما تخيروا الاكل اللي تاكلوه، كما تخير الشيء اللي تحبوه، خير الكلمه اللي تقولها لأنها سوف تذهب إلى الآخر، سوف تثبت في قلبه وسوف تثبت في عقله. فاترك أثرا طيبا وكلمة طيبة تزرعها، الكلمة الطيبة صدقة، هذا يكفيك وهذا يغنيك. فكروا أحبتي قبل أن تنطقوا كلاما قد تندمون عليه، ربما ندم، احنا نقولوا ندم ما تنفعش. انطقوا كخيرا، قل خيرا أو اصمت، هذه وصية الحبيب محمد. كلماتنا هي مفتاح للقلوب، كما قد تكون دمارا للنفوس ولهاته القلوب. اليوم رشفة تختلط فيها الحلاوة والمرارة، فيها إذا كانت حلوة فهي قهوة حلوة، إذا كانت الكلمة حلوة وإذا كانت الكلمة مرة فقهوتنا سوف تكون مرة. لذلك اختاروا أطيب الكلام واختاروا الكلمات الحلوة، الكلمات الطيبة. لا، قد لا تكونوا مبدعين في الكلام وعندكم من الذكاء اللغوي، ولكن قولوا حسنا، قولوا الآخرين خيرا. هذه هي رشفة اليوم، رشفة كلمات طيبة، كلمات نقولها نفكر قبل أن ننطقها، يزنها عقلنا فينطقها لساننا. على هذه الرشفة وعلى هذه الكلمات الطيبة ألقاكم إن شاء الله في موعد لاحق. أترككم في رعاية الله وحفظه، أترككم في أمان الله الذي يرعاكم ويحفظكم ويصونكم، صونوا ألسنتكم، ويحفظكم الله، حفظكم الله وكل أحبتكم وأهاليكم. أحبتي إلى موعد يجمعنا الأسبوع المقبل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.